شوربة لسان عصفور هنعملها النهاردة ان شاء الله مع بعض. لسان عصفور بالبسلة والجزر والكرفس، مفيدة ومغذية وطعمها جميل جدا. يلا بينا نعملها سوا. يلا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بك في مطبخ جيجي. اذا كنت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. هنعمل بقى لسان عصفور اللي احنا شفناه دوت. هجيب حلة اهي على النار، اكون محضرة جنبي كده حاجة. اهي بحط شوية زيت حلوين كده، انا بحط بزيادة. لسان عصفور اهو، يجي يبقى كله يعني مزودة الزيت. انا كده كده هصفيه عشان يبقى كل لون واحد. هحمر لسان عصفور وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بصي كده قبل ما تدي اللون بالشكل ده كده اهو، قبل ما تدي اللون الاصفر الذهبي اللي احنا عارفينه ده، بنزل عليها بالبسله والجزر. وقبل ما تدي اللون بنزل عليها ايه بالبسله الجزر، قبل ما تيجي اللون الاصفر ده اشوح معاها البسله بالجزر. تمام. انا طبعا سلقت عندي فراخ مسلوقه، حاطه في الشوربه بقى الملح والفلفل الاسود واللورة والحبهان والبصل والثوم وصفيتهم ومخليه الشوربه جنبي. فبجيب بقى لسان عصفور بشوحه، وقبل ما يدي اللون الاصفر على طول كده احط الايه البسلة والجزر واشوحه معايا. اهو كده، واحطه في المصفى. سخنة عشان ما يبقاش بس دسم شوية كده، يعني ايه بصفي الزيت منه خالص. تمام.
مصفى، لو عندك مصفى سلك مصفى الومنيوم مثلا اهي تمام. خليها على جنب كده، اهلي على ايه، واحط الشوربه دي شوربه فراخ، ممكن تعمليها بشوربه لحمه شوربه بط زي ما انت عايزه. دول اتنين طماطم بشرهم في المبشره، ودي حزمه كرفسه انا مقطفاها بحطها برضو، كرفس حلو جدا ومفيد جدا، بيعالج المفاصل بيعالج التهابات ومفيد جدا تمام. يلا بقلبها كده اهو عشان لو فيها زيت بينزل. بحط شوية ملح صغيرين، تاني ملح حبة فلفل اسود طبعا. الشوربة فيها كانت بصل وفيها ثوم وفي كنت مقطع بشراهم ودعكاهم جامد برضو بحبة ملح وحبة فلفل اسود، وحطيتها هنا اهوت وسلقت الفراخ وورق لورا وحبهان. هي كده هتغلي، وهمسك ايه مصفى وانزل بلسان عصفور والبسلة اللي مع بعض اللي مشوحاهم بس كده تغلي، واشوفها بعد 10 دقايق كده اتابعها لحد ما تستوي وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد 10 دقايق كده، برفع كده بس براحة كده تمام. شوفي ايه بايدك ايه استوت، نشوف لسان عصفور بايدك كده اهو استوى، اطفي عليه واغرف وبالف هنا وشف بس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.